اتفقت اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة على السعي لتنفيذ مجمل ما تم الاتفاق عليه من موضوعات للتعاون بين البلدين. كما اتفق الجانبان أيضا على 12 وثيقة للتعاون المشترك بينهما سيتم توقيعها خلال القمة الرئاسية بين البلدين. أكد الجانبان خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري والدرديري محمد أحمد على أهمية الانعقاد المنتظم للجان والآليات المشتركة، وثمنا على ما تم تحقيقه في صعيد جميع اللجان المشتركة بين الجانبين من نجاحات، وشدد على أهمية التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية. اتفقت مصر والسودان على 12 وثيقة للتعاون المشترك بين الجانبين التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها خلال القمة الرئاسية بين البلدين. المزيد في سياق العرض التالي.